الأهلي يؤكد تفوقه ويكتسح سان جورج الأثيوبي بثلاثية نظيفة رائعة في الشوط الأول. كابتن ماهر، نتيجة تبدو منطقية طبعا، غير الأهداف اللي ضاعت كمان. دي حقيقة، وقلنا أن النادي الأهلي هيحترم سان جورج من بداية المباراة. الناس كانت يعني متخيلة ممكن النادي الأهلي ينزل في تراخي، اللعبة بقى فيها استهتار. المباراة الأولى كانت إيجابية وديتنا ثقة، لكن واضح قوي أن استراتيجية المباراة اختلفت صحيح. بشكل كبير، حتى التشكيله زي ما الكباتن قالوا ان في ناس بتجهز مش تدوير. صح، فالنهارده دوافع موجوده من بدايه المباراه. النادي الاهلي وسمته اللي احنا تورثنا اجيال وراء اجيال، الضغط من بدايه المباراه لاجل احراز هدف. الهدف ده يا ايمن بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه للجهاز الفني، بيدي ثقه للجماهير. نجح النادي الاهلي طبعا في بدايه المباراه، يمكن في الدقيقه 10 نتيجة الضغط اللي عمله النادي الأهلي على سان جورج أثمر على بعض الفاولات خارج ال 18 اللي قدر قفشة بمهارة يستغلها بشكل جميل جدا. قفشة عملها بليسنج يعني في الزاوية البعيدة، هدف جميل نجم الشوط الأول. بصراحة أنا شايف إن قفشة النهاردة يعني بيأدي الدور الدفاعي قبل الدور الهجومي، وكصانع ألعاب كمان عامل حركة بشكل كبير جدا في الربط بين نص الملعب وبين المهاجمين. وكمان إيجابيته في الكرات الثابتة، النهاردة بيسجل هدف من الأهداف الجميلة. طبعا بعد كده بتتوالى بقى لعيبة النادي الأهلي نفسها اتفتحت، بدأت تحس بالثقة، بدأت الهجمات. يمكن الشوط الأولاني بعد الهدف يمكن حوالي 7 هجمات، منهم هدفين كمان من خلال الضغط اللي النادي الأهلي فرضه على سان جورج من بداية المباراة. الهدف الثاني كمان يا أيمن يمكن الكباتن شافوا جملة تكتيكية على أعلى مستوى، الوان تو اللي حصل بين قفشة وبين كهربا في الدقيقة 33 أثمرت عن هدف جميل جدا للنادي الاهلي. ثم طبعا الهدف الثالث اللي هو القروص العرض اللي عامله الدبيسي من ورا المدافعين عشان يستغلها متابعه قفشه اللي موجود هو امام عاشور بشكل كبير جدا في مسانده المهاجمين، وده بردك حاجه جميله. يبقى عندك قفشه وعندك امام بيعملوا ضغط بشكل كبير جدا، الكره الثانيه يمكن عندنا استحواذ فيها بشكل جيد. بس الجهه اليسرى من الناحيه الهجوميه اكتر نشاطا من الجبهه اليمنى، لكن دي اكيد الجبهه اليمنى خلال الشوط الثاني هتفاجئ ان هي بدات طبعا انطلاقاتها بشكل جيد باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، نتيجه متوقعه يمكن انت توقعتها وقلت الماتش يعني مش سهل، ولكن يعني الماتش مش هنلاقي تغيير عن الماتش اللي فات، مش هيلحق الفريق الاثيوبي انه يلم نفسه، والنادي الاهلي هيسيطر زي ما سيطر. ولكن حتى النتيجه كانت اكتر غزاره بالاهداف من الشوط الاول بتاع المباراه اللي فاتت. مظبوط، انا قلت لك ايمن قبل اللقاء المباراه هتبقى سهله ومش هيحصل تغيير كتير في فرقه سان جورج، يعني مش هيجوا في يوم وليله أداؤه ما يتحول 360 درجة يعني أو 180 درجة. إمكانيات كبيرة جدا الفروق بين النادي الأهلي وسان جورج، ده كان واضح جدا في المباراة الأولى وتأكد في الـ 45 دقيقة النهاردة. يعني هجمات من كل مكان في الملعب، من الجنب اليمين، من الجنب الشمال، من العمق، في تسديد كتير كمان على المرمى وفرص كتير ضايعة من الاستعجال. يعني غير الثلاث اهداف قفشه النهارده يعني عامل مباراه كبيره وبيعمل تمريرات بينيه قاتله لكهربا، ولكن في استعجال في انهاء الهجمه. لكن قفشه جاب جونين حلوين قوي، جون بدري اللي هو الفاول يعني اكد بقى خالص سهوله اللقاء، وانه اللعيبه خلاص نفسها اتفتحت والفرقه الثانيه تحس ان هي بتلعب مجرد تأديت وقت مستسلم. والنادي الاهلي هجمات كتير من الجنبين، الجنب الشمال والجنب اليمين. ابتدى كريستو ناحيه الشمال واحمد عبد القادر ناحيه اليمين، ثم في اخر ربع ساعه احمد عبد القادر راح ناحيه الشمال وكريستو جه ناحيه اليمين. لكن الهجمات زي ما انتوا قلتوا يمكن من ناحيه الشمال كانت اكتر شويه. صحيح. لكن هو شوط سهل، شوط حلو، وثلاث اهداف رائعه غير 4-5 فرص مؤكدين من الاستعجال شويه. يعني اللمسه
الاخيره سواء ما جه قبل الاخيره بستلم بتطول فبحطها وانا مستعجل. فالنادي الاهلي مسيطر تماما على الشوط ونتيجه مستحقه ومتوقعه. صح. يعني كابتن عادل سيطرة واستحواذ وكأن المباراة تلعب في نص ملعب فقط اللي هو نص ملعب سان جورج. أكيد ومجموعة مهارات كمان مهمة النهاردة، يعني أنت بتتكلم على عبد القادر وقفشة وإمام عاشور عندهم مهارات عالية قوي والملعب مفتوح ممكن يعملوا عملوا أداء كويس أداء مهاري كويس قوي ومعهم كهربا ومعهم كريستو، يعني أنت بتتكلم على الباص والتحرك فيه بصفة جيدة النهاردة، يمكن كمان استغلال المواقف الثابتة ودي كانت مهمة جدا. يعني أنا يمكن بقالنا فترة بعد علي معلول ما جبناش جون كرة يعني سبتة. جون كتير من الكور الثابتة ودي حاجة كويسة ممكن تدي لقفشة مهارة أزيد وممكن تدينا يعني حاجة تهديفية زيادة على اللعب العادي نجم جديد في كرة الثابتة. يعني قفشة النهاردة الكرة حطها بشكل جيد، الوقفة بتاعته جيدة، التحركة بتاعته جيدة، حط الكرة من فوق تاني واحد من المدافعين ودي مهمة جدا، يعني حطتها بشكل جيد جدا ودي المهارة الأولى. المهارة التانية الباص اللي هو على الـ18 المتقن بتاع النهاردة، يمكن شفت عبد القادر مع كهربا ومع قفشة مع إمام عاشور الباص المتقن مع كريستو في باص كويس وتحرك كويس. بغض النظر عن الفرقه اللي قدامك الشوط الاولاني اتأدى بطريقه جيده جدا. صح. الشوط الثاني محتاجين نشوف بقى الايه الزياده بقى النادي الاهلي يكسب اكتر واكتر واكتر. اتمنى الطمع لازم يكون موجود، اتمنى ان احنا نجيب اكتر من 3 4 اهداف لانها بتبقى كويسه للاعبين يعني وللنادي. صحيح. يعني كابتن بلال نتيجه متوقعه وشفنا 3 اهداف رائعه، شفنا تنوع في احراز الاهداف وشفنا شراسه هجوميه من بدايه الشوط حتى نهايه الشوط. الشوط الثاني السيناريو هنشوف نفس اللي حصل الشوط الاول، هل هيبقى في تغييرات من البدايه؟ هل مثلا هيكتفي 3-0 كفايه ممكن اريح امام عاشور عندنا ماتش مهم في قبل نهائي الكاس يوم الاربعاء؟ وجهه نظر مستر كولر الشوط الثاني. بص يا كابتن، اللعيبه طبعا اكيد هتلعب بنفس الاداء، لعيبه النادي الاهلي يعني حتى وان كان حتى لو في مثلا المدير الفني بيقول هد الريتم شويه العب، فاكيد اللعيبه هتلعب بنفس الاداء لان خد بالك انا كلعيب بلعب بناء على رد فعل الخصم اللي قدام. تمام، لو انا الاقي خصم النهارده بيدافع بس او خصم مهلل فاكيد انا كل مره هروح وعايز ارقص وعايز اعمل دبل باس وعايز اشوط من بعيد وعايز اجيب جول، الوضع طبيعي. تمام، انما مستر كولر اعتقد ممكن يبقى في بعض التغييرات. خلاص المباراه خلصت، الجيم منتهي من قبل بدايته واحنا اتفقنا على الكلام ده من بدايه الاستوديو. الراجل برضو بيحط ناس عايز يشوف مين ممكن يبقى بديل جيد، هل عبد القادر ممكن يبقى بديل جيد، هل كريستو ممكن يبقى بديل جيد. تمام، فبالتالي بديهم فرص. حصل تغييرات في البوزيشنز النهارده في الملعب ما بين كريستو وما بين عبد القادر، يعني وضع يعني خلاص عبد القادر هيلعب في الحته دي هيلعب في الحته دي. تمام، هي دي الحته اللي باجيد فيها وبلعب فيها وبادي فيها بشكل كويس، فرجع لها في اخر 15 دقيقه ورجع كريستو يلعب الناحيه الثانيه. بشكل عام الاهلي بيادي بشكل كويس يعني لظروف المباراه. أيوة. انا بس كل الحاجه اللي انا عايزها او كنت اللي بتمناها حتى الشوط الثاني تحصل، الاهلي المباراه اللي فاتت مش اللي فاتت اللي قبلها واللي قبلها احنا دايما بنلعب اللونج باس، بنعتمد على الكره الطوليه. حتى الماتش ده كمان يعني ما بنحاولش ان احنا نحضر ونبني تحت ضغط، يعني حتى الكره اللي جت لنا من الشناوي اللي اتلعبت لرامي ربيعه حب يلعبها ناحيه الدبيسي تمام اتقطعت في نص ملعب. انا عايزين بس ان احنا نشتغل على الحته دي الشوط الثاني، ان احنا نبني تحت ضغط، لان خد بالك مش كل المباريات هتبقى زي كده. صحيح، في مباراه تبقى انت مضغوط فيها في افريقيا، في مباراه هتضغط فيها في كاس العالم، فانت مش مطالب انك تلعب لونج باص، ما عندناش اطوال. تمام، صحيح. وممكن يكون السرعات متساويه مع الفرقه الثانيه، فالنهارده انت مطالب انك تبني الهجمه من تحت، يعني ازاي السنتر باك يفتح الاثنين سنتر باك يفتحوا الاثنين، ازاي الميدفيلدر ينزل عشان يستلم الرايت وينج والليفت وينج ازاي يضموا الباك ليفت، يعني محتاج ان انت تبني يعني او تتعلم انك تبني صح في ماتش زي كده. خد بالك الماتشات اللي زي دي هي جرعه تدريبيه حقيقيه. مزبوط. خد بالك مزبوط. جيده، لانك بتلعب تحت ضغط. تمام، انت مش سايب ايدك يعني، فاهم قصدي؟ لك بتلعب تحت ضغط، فالنهارده مطالب من فرقه اللعيب انا عايزهم، انا نفسي اتمنى ان يشتغلوا على الحته دي بشكل كويس الشوط الثاني عشان المباريات اللي جايه نقدر نلعبها بشكل كويس ان شاء الله. رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لاحراز المزيد من الاهداف. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.